أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخوكم في الله عين صاد يقول: فضيلة الشيخ، ما الذي يصل للميت غير الدعاء؟ وما أكثر شيء يفيده؟ وما معنى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ يصل إلى الميت من ثواب الأعمال التي يعملها الحي ما دلت عليه الأدلة، وهي أولا الدعاء، قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا يشمل الأحياء والأموات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، دل على أن الميت ينفعه دعاء الحي إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يلحق الميت من أعمال الأحياء الصدقة الجارية، وهي الوقف الذي يوقفه الإنسان في وجوه البر بعد وفاته، فهذا يلحقه نفعه. وكذلك لو أن أحدا أوقف وقفا للميت وجعل ثوابه له ينفعه ذلك، لأنه من الصدقة الجارية. وكذلك الحج والعمرة عن الميت، لأن امرأة أو رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه مات ولم يحج، هل يحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك. نعم، فهذه الأمور تستثنى من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تكون مخصصة لهذه الآية. وما عداها فإنه لا يعمل للميت، لأنه لا دليل عليه. نعم.